مجال البحث العلمي أن يكشف عن التحديات التي تمثلها التغيرات السريعة في كل ملامح الحياة التي نعيشها. مصر في عالم متغير، إلقاء الضوء على طبيعة التحديات والعوائق التي يشهدها الواقع العالمي والمصري. التوجه دايما مجلس الأمناء إن احنا نثري الجامعة ونرفع مستوى البحث العلمي خلال هذه الثمرات. النسبة ما بين القطاع الإنتاجي والبيعي والتسويقي إلى القطاع الإداري في خلل كبير. أينما وليت وجهك سوف تجد إنها مصر. فكرة الدولة ذات البناء الداخلي القائم على التراكم الحضاري أولا وعلى القدرة على البناء ثانيا. أن العلم طريقة قبل أن يكون حقيقة. القدرة على ملاحظة المشكلات وتحليلها تختلف اختلاف المرحلة. ماذا يمكن أن تفعل مصر سواء فيما يخص سياستها الخارجية أو فيما يخص مواجهة التغيرات الكثيرة الاقتصادية؟ التحول الرقمي يساعدنا في التغلب على الأمية، والأمية ليست عائقا أمام التحول الرقمي.